السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الظواهر الإملائية واللغوية الخاصة بالأسبوع الأول. إذا غنشوفوا صفحة 85 86 87، إذا الهمزة المتوسطة على الألف، وغادي نشوفوا الفعل المعتل، عفوا إذا الفعل المعتل، ثم الفعل أو الفاعل ظاهر وضمير. إذا غادي نشوفوا ثلاثة ديال الدروس إن شاء الله. إذا الدرس الخاص بالإملاء عندنا الهمزة المتوسطة على الألف. أقرأ الكلمات وأحدد موقع الهمزة فيها وحركتها وحركة الحرف الذي قبلها. إذا الكلمة الأولى عندنا مكافأة، إذا الهمزة جاءت مفتوحة والحرف اللي قبل منها مفتوح، إذا فتحة فتحة. رأس، عندنا الهمزة على الألف جاءت ساكنة قبلها فتحة. طمأنينة أو طمأنينة، عندنا ساكنة قبلها فتحة. إذا هنا ممكن أننا نقدر نخرجوا الحالات التي تكتب فيها الهمزة على الألف. إذا هنا الهمزة على الألف إما تكون مفتوحة وقبل منها فتحة، إذا قبلها، إذا الحرف غادي ندير واحد الحرف مثلا، غادي ندير الحرف نقطة وغادي ندير مثلا فتحة، أو سكون الحرف اللي قبل منها يكون مفتوح ولا ساكن، أو إذا كانت ساكنة وقبلها كذلك فتحة، إذا قبلها حركة الحرف الذي قبلها مفتوح. إذا لاحظوا معي بالنسبة للقوة ديال الحركات، إذا حنا كنعرفوا بأن الحركات عندها واحد درجة ديال القوة. مثلا أقوى حركة هي الكسرة، يعني مثلا إذا كانت الهمزة مكسورة ولا قبل منها كسرة فهي مباشرة تكتب على النبرة، بعد الكسرة كتجي الضمة، يعني الضمة هنا فهي كتغلب الفتحة وكتغلب السكون، ولكن الكسرة كتغلب الضمة. إذا كانت مثلا القوة للضمة فالهمزة تكتب على الواو، من بعد الضمة كتجي الفتحة. الفتحة هنا عندما تكون يعني الفتحة هي الغالبة فالهمزة تكتب على الألف، وأخيرا كتأتي السكون. إذا السكون كاين اللي ما كيعتبرهاش حركة، إذا من أجل الإشارة فقط. إذا هنا نقدروا نقولوا بأنه الكسرة، إذا باش نحدوا القوة ديال الحركات، الكسرة أقوى من الضمة، الضمة أقوى من جوج من الفتحة، والكسرة والسكون عفوا والسكون، ثم أضعف الحركات هي السكون، وخا السكون ماشي حركة، السكون أضعف من كل الحركات. غادي نمشيو دابا للاستنتاج. لاحظوا معي، إذا هادو هما الحالات اللي عطيتكم. ترسم الهمزة المتوسطة على الألف في جوج الحالات، إذا كانت مفتوحة وقبل منها فتحة أو سكون، أو إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة. إذا نقدروا نديروا يعني واحد الخطاطة هنا باش نقدروا يعني نعرفوا الحالات اللي تتكتب فيها. إذا تكتب الهمزة على الألف إلى كانت مفتوحة وقبل منها فتحة أو سكون، أو جاءت ساكنة وقبل منها، إذا جاء قبلها ماذا؟ إذا فتحة، فتحة لأنها هي ساكنة فتحة. إذا جوج الحالات، إذا تكتب على الألف إذا كانت مفتوحة وقبل منها فتحة أو سكون، أو إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة. غادي نشوف النشاط ديال التطبيق. قرأت، إذا الهمزة على الألف، قرأت، علاش؟ لأنها ساكنة قبل منها فتحة، يعني إحنا في هذه الحالة هذه. في المجلة المدرسية خبرت تألقي، تألقي الهمزة على الألف، علاش؟ لأننا في هذه الحالة هي مفتوحة قبل منها فتحة. مريم في الحفل المدرسي لقد تأثر، تأثر إذا في هذه الحالة الأولى مفتوحة قبلها فتحة. لقد تأثر الجميع بعزفها الجميل الذي بعث الطمأنينة، إذا في هذه الحالة الطمأنينة في القلوب. نالت مريم مكافأة، مكافأة إذا كاين في الحالة الأولى، من أبيها الذي يدأب على الألف، عندنا في هذه الحالة إحنا دابا مفتوحة قبلها سكون، على تشجيعها لتمارس هوايتها المفضلة. إذا دابا غادي ندوزو الصرف والتحويل، غادي نشوفو أنواع الفعل المعتل. إذا بالنسبة للفعل المعتل، هو الفعل اللي فيه حرف من حروف العلة، حروف العلة كنجمعوها في كلمة وايون. إذا بالنسبة للأنواع الفعل المعتل عندنا خمسة ديال الأنواع. إذا أولا غادي نقراو الجمل.
دعا مدير المدرسة الآباء أو الأمهات إلى الحفل، وثق منشط النادي بموهبة مريم، وعت مريم مسؤوليتها فشاع في وجهها قلق واضطراب، نوى الأب أن تصبح ابنته فنانة فتحقق مراده. إذن هنا لاحظوا معي، دعا، وثق، وعت، نوى، شاع، هاد الأفعال كلهم أفعال معتلة، يعني فيهم حرف من حروف العلة. إذن الآن غادي نبدأ نخدمو على كل فعل بوحدو. أولا الفعل اللي أوله حرف علة هو وثقة، الأول ديالو حرف علة، وثقة، وثقة كيتسمى مثال. الحرف اللي الوسط ديالو حرف علة هو شاع، شاع الوسط ديالو حرف علة كيتسمى أجوف، لأن الوسط ديالو حرف علة. فعل آخره حرف علة عندنا إذن هنا دعا، دعا خصو يكون غير الحرف الأخير، فقط الحرف الأخير حرف علة. دابا غادي نشوفو الفعل اللي الأول ديالو والأخر ديالو، عندنا وعى، إذن وعى هنا غير مصرف، وعت مريم، إذن عندنا وعى، وعى حرفه الأول والأخير حرف علة، أوله وآخره كيتسمى لفيف مفروق. علاش مفروق؟ هاد الكلمة مفروق يعني مفروقين، الحرف حروف العلة فيه مفروقين، مفروقين بواحد الحرف ماشي من حروف العلة، إذن بهكا باش تعقلو. فعل وسطه وآخره حرف علة عندنا نوى، يعني الحرف الثاني والثالث حرف علة، نوى كيتسمى مقرون، يعني مقرونين حدا بعضياتهم الحرف الثاني والثالث. إذن الاستنتاج أو الخلاصة، إذا لاحظوا معي، الفعل المعتل هو الفعل الذي يكون أحد حروفه الأصلية حرف علة وينقسم إلى، عندنا المثال حرف الأول ديالو حرف علة، الأجوف وسطه حرف علة، ناقص آخره حرف علة، لفيف مفروق أوله وآخره حرف علة، لفيف مقرون حرفه الثاني والثالث حرف علة. إذن سنضع كل فعل معتل، إذا غندوزو دابا للتطبيق بطبيعة الحال، كل فعل معتل غادي نحطوه في الخانة المناسبة. عندنا شوى، إذا الحرف الثاني والثالث، إذا هذا لفيف مقرون، لفيف مقرون، إذا نكتبو شوى هنا لفيف مقرون شوى. عندنا دارة، دارة هذا الأجوف وسطه حرف علة، دارة. وقى الحرف الأول والأخير، هذا لفيف مفروق، وقى. عندنا دانا، ناقص حرفه الأخير حرف علة، دانا. وعندنا وصل حرفه الأول حرف علة، الواو، إذا مثال. وحول الأفعال وقف، قام، ارتدى إلى المضارع وأركبها في جملة مفيدة. إذا وقف، إذا خصنا نصرفوه في المضارع، وقف، إذا يقف، يقف الأطفال في الصف، في الصف بانتظام، بانتظام. قام، يقوم العامل، إذن بجمع الصناديق مثلا، الصناديق. إذا لاحظوا معي شنو كيوقع الحرف العلة، إذا ملي تيكونوا المضارع راه يحذف، وقف فين هو الواو، يقوم فين هو الألف، إذا هنا خصنا نردوا البال. ارتدى، ترتدي، ترتدي سارة الزي التنكرية، إذن غادي ندوزو دابا للتركيب، غادي نشوفو الفاعل ظاهر أو ضمير. إذن الفاعل ظاهر أو ضمير، كاينين جمل اللي تيكون فيهم الفاعل ظاهر، بحال قلت لكم حضر المدير، أو عاد الأب من العمل، إذن كاين المدير، كاين الأب، هذا ظاهر، ظاهر يعني كاين في الجملة كلمة يعني بحد ذاتها كاينة في الجملة. وكيكون الفعل أو الفاعل هنا ضمير، والضمير كيكون جوج الأنواع، إما ضمير متصل بحال تو قرأت، ولا قرأوا واو الجماعة، ولا نون أو لنا الدالة على الفاعل قرأنا، ولا قرأنا نون النسوة،
اذا هادو ضمائر متصله في محل رفع فاعل كيتسموا ضمائر متصله، او ضمير مستتر. مثلا رسم لوحه، هو ضمير مستتر هو، ولا رسمت هي لوحه. اذا هادشي بشكل يعني مختصر. غنا عندنا الجدول، اذا الجمل الفعليه غادي نحاول نخدموا على كل جمله باش نشوفوا الفاعل، انواع الفاعل. اذا اختار المنشط مجموعه، الفعل في هذه الجمله هو اختار الفاعل، عندنا المنشط. اذا لاحظوا هنا الفاعل جاء مرفوع، اذا حركته مرفوع. الفاعل دائما يكون مرفوع، مرفوع. اذا ماذا او ما يدل على الفاعل؟ هو اسم ظاهر، عندنا اسم ظاهر، عندنا اسم ظاهر. يثق بمواهبهم وقدراتهم، عندنا الفعل يثق. اذا فين هو الفاعل؟ يثق. فين هو الفاعل؟ هنا. هنا الفاعل ضمير، ما كاينش. اذا هنا غادي نمشيو لضمير مستتر. هنا الفاعل ضمير مستتر، تقديره هو، تقديره هو. تتابعوا على المنصة، اذا الفعل عندنا تتابعوا. اذا لاحظوا شنو درت، الواو جبتها لجهة الفاعل، علاش؟ لانها ضمير متصل في محل رفع فاعل. هنا الفاعل ضمير متصل، عندنا الواو، واو الجماعة، ضمير متصل في محل رفع فاعل. اذا في الجملة الاولى جاء الفاعل اسم ظاهر مرفوع، فهو فاعل ظاهر، فاعل ظاهر. في الجملة الثانية جاء الفاعل ضميرا مستترا، تقديره هو، مستترا تقديره هو. وفي الجملة الثالثة عندنا الفاعل لم يأتي لا اسم ظاهر ولا ضمير مستتر، بل جاء ماذا؟ جاء ضمير متصل، جاء ضميرا متصلا، اللي هو واو الجماعة. إذا في الجملة الفعلية يحتاج الفعل دائما إلى فاعل يقع بعده. إذا ما عمرنا نلقاو شي جملة فعلية بلا فاعل، دائما يا إما كيكون ظاهر، يا إما كيكون ضمير متصل، يا إما كيكون ضمير مستتر. واحد الحاجة في هاد الثلاثة ما يمكنش ما يكونش. إذا يأتي الفاعل اسما ظاهرا كما يأتي ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا. إذا عندنا التطبيقات. إذا السؤال الأول أو الجملة الأولى، ارتدت مريم حلة وردية. إذا في هذه الجملة عندنا الفاعل اسم ظاهر اللي هو مريم. جلست على كرسي المعزفي، إذا هنا عندنا الفاعل ضمير مستتر، ما كانش، إذا ضمير مستتر تقديره هي. صفقوا تشجيعا لها، عندنا واو الجماعة، ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا إن شاء الله في الفيديو القادم مع التطبيقات الكتابية. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.